الجملة عشان اشرحها لك. student mustn't make noise inside class. فالطلاب جميل لازم خالص، جميل يقيموا فعلا. بالضبط يعني الصوت. ان المفروض ان هما ما يعملوش ايه، ما سنت ضوضاء يعني الفصل. ما يعملوش دوشة. ماشي، اقرأ. interview like دي To انا cry، قريت to بس carry بيقول a لك gun دي in public، one get a ايه license. البابليك دي يعني بين الناس تمشي شايل لك بندقية وماشي وسط الناس، لازم يكون معاك ايه، طب رخصة. ايه الانسس رخصة؟ لا ده انت شد بالشفت. شد ها؟ شد شد؟ لا ده قانون. ماست 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 اه ده يجب قانون يا ولدي. اه if you come here، ادي قاعدة اف اهو، you visit us. you should برضه must. شد يا ليه؟ مستر دي اسمها دعوة قوية، دي اسمها strong invitation. بيقول له لو انت حضرتك جيت عندنا يجب عليك ان تزورنا. هي دي مش ضروره، ده هنا قلت لك من استخدامات مصر، لان مصر تستخدم مع القوانين وتستخدم مع الالزام وتستخدم للنصيحه القويه وللدعوه القويه. ده استخدامات كلمه مصر. There is no diving sign، ما فيش علامه مكتوب هنا زي هناك علامه تقول ممنوع الغوص هنا، يبقى وي we should dive here يا راجل. ردوا عليه. must مصر كذا خلصنا خلاص مصر ليه مثلا استاذ بيقول لك ما فيش يافطة تقول ما لا مفيش، ما لاش عمرا مفيش يافطة، بيقول في يعني يافطة بتقول ممنوع الغوص. There is هناك تمام كمل بس كمل you drive over 90 kilometers an hour. It is the maximum speed limit. بعد ما فاش تسوق أكثر من 90 كيلو متر في الساعة. ها؟ اوتو أوتو يو شود يجب عليك. أنا مش عارف أنت بتقول لي أوتو، مستخدم شود أوتو ليه؟ ما لهمش علاقة بينا النهاردة خالص هم. يعني إحنا بنتكلم على ماست وهاف تو ماسل. ايه دخل دي؟ مش عارف، مش قد شو انت. طب ما هي نفس الحكايه، يعني اقول له ايه، يجب عليك ان تقود تسوق سيارتك اسرع من كيلومتر في 90 كيلومتر في الساعه. لا لا يجب لا طيب يجب امال ايه مصر بس الهبل اللي انت فيه. يو تراي بلاينج باسكت بول، ات از ا جريت جيم، انها لعبه عظيمه. يبقى انا بعمل لك نصيحه قويه، فبقول you لك have كلمه to يو ماست، must نصيحة قوية. كلمة children have to، play with have to ليه دي؟ هتضطر ليه؟ ده have to مضطر إلى لما يكون الحاجة مفروضة عليك من الخارج. Children play with matches، يلعبوا بالكبريت. mustn't Mustn't. أخيرا Students، إجابة صح دي هنا طبعا Students mustn't leave the room before the end of the test. شوف النوع ده من الأسئلة، بيقول لك الطلبة يجب ألا يغادروا الحجرة قبل نهاية الاختبار. This sentence is express، هذه الجملة تعبر عن إيه؟ obligation إلزام Obligation إلزام. طيب وفي تمبرهوبشن منع، وفي inner obligation يعني إلزام داخلي من نفسك، وفي strong advice. لا هو اللي بيقول لك obligation بس الطلبه لا عشان يجب هو ان ده هو يغادروا. ملزم لما اقول بكده لك ما حدش قبل ما يعني ما قبل ما ينتهي ميعاد الامتحان لا تغادر، ده الزام خارجي مستر يبقى اذا هنا عند حضرتك ايه دي؟ بقول لك يا ولدي ان الزام يجب عليك خارجي انك انت تسيب الامتحان قبل الوقت، يعني اقعد لغايه اخر الوقت. مش ممكن واحد مش ليك الحق انك بعد نص الوقت تمشي. ايوه بيبقى طيب strong بعد نص advice الوقت نصيحة تمشي، قوية بعد نص الوقت تمشي. يبقى نصيحة اذا قوية انا ايه مش بلزمك، يبقى ده عندي اسمه سترونج ادفايس، دي نصيحه قويه ضروري ان تنفذها. هي فيلد ذا اكزام، يفلد ذا إكزام هو سقط في الامتحان. هي ستاديد هارد. ها he must have must have ازاي؟ should have should should have have، should have could كان have أمامكم علي مثل ان مستقبل نذاكر. الليكي يا الصحفان عمنا كريم ما ترميش الحمل علينا احنا.
انت حضرتك كسلان ومش بتذاكر، حتى مذكراتك مش بتدور عليها، قاعد شغال تروح مسابقات وتروح بتاعه، ده مش وقته. ماشي، خش يا أسامة، معاك العشرة التانيين يا أسامة. أسامة مش شغال ولا إيه؟ البوست هتبقى الثالثة. لا، قرب قرب من المايك عشان أسمعك. حاضر، اتفضل. الثالثة اللي هي بوست، إيه معناها دي؟ يدعم. نعزز وندعم ونساعد. طيب، ذا امنيو سيستم نيدز سيلز، سيلز سيلز يعني خلايا، تمام. فولو رولز اوف كلينلس تو افويد بينج انفكتد. انفكتد. انتوا بتطولوا في الاجابه ليه؟ انا قلت لكم حضر، يعني انت المفروض مذاكر ومحضر، مش جاي تحل في الحصه. A lot of children badly to antibodies. Antibiotics. React، رد فعلهم. ماشي. You should learn how to CPR. Therefore. تمام. It is a synonym to very serious. سيفر الثانية. سيفر، ما الحكاية طالعين داخلين النهاردة انتوا سيفر. دي. دي يا أسامة؟ نعم مستر. دي اللي اتعلمت عليها أنا؟ لا الثانية. الثانية، تمام. You worry. You still have a lot of time to answer the other questions. Don't have to. Don't have to. يعني مش لا تضطر أنك تقلق يعني. You take photos here. It is a military area. يعني منطقة عسكرية. Mustn't. Mustn't. You try my sister's cake. Must. Must. لأنها نوع من ده. أنها نوع من استخدامات must. دعوة حرة. دعوة حرة. I really buy my mother a present on her birthday. One should be grateful. I must. طبعا لو قلت have to تبقى شتيمة. خلص العشرة اللي عنده عشان ما نسيبش السد العالي مع بعض. محمد محمود معاك يا مستر. اتفضل. هكذا انا I install a new antivirus. لازم انا اعمل انتي فايروس. ثواني يا مستر. ماست ماست يا اخوانا، انتوا شكلكم كده بتحلوا دلوقتي في الحصه، ما حدش حضر خالص، ودي المشكله، دي من مشكلات الاونلاين، لان مش شايف. لو انت قدامي دلوقتي كان شفت المذكره، شفتها محلوله ولا مش محلوله. لازم حضراتكم تحضروا قبل ما تيجوا، يبقى ما عملناش حاجه. انا مش جاي، انت جايب سلطانيه بعبها لك فول واقول لك روح. دلوقتي ده الدور عليك انت، المفروض انك تذاكر وتقيم نفسك، وجاي بتحل معايا عشان تشوف مذاكرتك وحلك صح ولا خطا. Cancel your trip to دهب. You unfortunately my father is yes. Unfortunately my father is ill. Do you have to? غلط طبعا. الإجابة هنا كلمة must. Must you. قلت لك نستخدم must في للسؤال، تستخدم كلمة must في السؤال للاستفسار أو الاستنكار. يعني بستفسر وعايز أعرف السبب، أو أستنكر لو أنت عامل حاجة مضايقاني، أقول لك يعني لازم تعمل دوشة دلوقتي، نقول must. يقول لك إنك أنت إيه يعني، هل مثلا يعني لازم دلوقتي أنت تذاكر؟ يقول لي أيوه عشان عندي كذا وكذا وكذا. ده استفسار وده استنكار. Unfortunately my friend، ما الحكاية يا رامز؟ Unfortunately my friend broke his leg and go to hospital. فأقول له هاتو هاتو، لأن الجملة جاية في الماضي. منى any more bread. She had a lot in fridge. عندها عيش كتير في الثلاجة. فريج. هيقول له didn't have to buy.
didn't have to buy. انت بتقول didn't have to buy. ادي عند حضرتك رقم 14. احنا وصلنا ايه في رقم واحدة، رقم كام كده؟ ده حليناه المرة اللي فاتت كله الحمد لله، وخدنا هنا عند حضرتك رقم 14. بص الإجابة أهو، didn't have to buy. أنا بعد كده هبعت لكم، يعني بعد ما تخلص الوحدة هبعت لك عشان تراجع عليها، عشان الناس اللي ما حلتش يعني. أنا عامل إجابة للأسئلة دي، didn't have to buy أهي. واحد قال لي طيب يا أستاذ ليه ما أخدتش needn't؟ ما هتدي نفس المعنى. أقول له needn't هنا في المضارع، والجملة اللي موجودة قدامك في الماضي، ما ينفعش تقول needn't buy. دخل بعد كده على الوحدة الثانية بكل ما فيها حضراتكم. طبعا انت المفروض انك انت تذاكر، لو انا قريت شرحت تاني يبقى انا بأذيك واعرف ان حضرتك طبعا بتستهبل. انت حليت كام تمرين هناك؟ حليت 14، باقي لك 6. يلا كده على الكلمات اهو معايا. The word quantity is the equivalent of. ايه معنى هذه العبارة؟ دي معناها تساوي او تعادل، كأنه بيسألك السينونيم بتاعها ايه بس بطريقة مختلفة. ركز بقى في الحاجات دي، في الحاجات هو مش لازم، مش كل مرة ممكن يستخدم لك سينونيم وانتينم، يجيب لك كلمات تساويها. The equivalent of يعني معناها تساوي مين؟ كلمة quantity تساوي كلمة ايه؟ amount الأولى. أنها amount الأولى لأنها بمعنى أهي. في كلمة في التمرين شلتها كمان، ريحت دماغي. أدي amount number A. تمام، نخش. We usually our birthday parties in five star hotel. لا 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 كده عيب يا محمد، كده عيب يا محمد. سليبريت مش محمد محمود، ده مش مستوى محمد محمود، مستحيل يكون مستوى محمد محمود ده. Some people prefer to كذا، they like to have a meal outside the home. Eat to يا راجل، حد يرد عليه؟ Eat out. يأكل خارج البيت. I and my old friend often once a week مرة كل أسبوع. Get together. تمام. The funeral الكلمة دي معناها الجنازة. الجنازة. Wasn't a suitable ليست مناسبة. أو ليست مناسبة أسف. هنا جاي بمعنى جاي اسم مش صفة. الجنازة ليست مناسبة. عايز يحط كلمة هنا، عايز كلمة بقى هنا بمعنى فرصة أو مناسبة وراها، دي معناها ملائم. To ask him about the bargain. Bargain هنا طبعا معناها الصفقة اللي موجودة عندنا. خلاص، يبقى في كلمة، إيه الكلمات اللي تنفع هنا؟ Opportunity. طيب ما معاك occasion تساويها. تنفع؟ لا أمس. طيب يبقى الإجابة الصحيحة مش opportunity. Opportunity دي معناها فرصة. يبقى الإجابة الصحيحة chance و occasion. هي كلمة occasion اللي هي بمعنى مناسبة. مناسبة. Mom, our lunch after. مام عارف مالكم. مام our lunch after she returns from work every day. Prepare يعني تعد وتجهز. Don't eat. خلاص خلصت انت كده ولا؟ مش عارف احنا خدنا كده ثلاث ولاد ناخد ثلاث بنات. Don't eat at this restaurant as a food they serve اللي هي سي. تمام. It is that the bride wears a white dress. العروسة تلبس فستان أبيض. Traditional. Traditional. جميل خالص.
Everybody who are over 16 has the right. برافو عليكي. طيب إجابتك صحيحة. ليه ما قلتيش هاف؟ لأن أنا بتكلم على كل واحد، يعني على يعني كل واحد بس مفرد. آه لا، القاعدة بتقول everyone everybody someone somebody no one nobody، تعامل معاملة المفرد، تعامل معاملة المفرد، ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون جمع. He is a well behaved person. He is careful at طبعا he طبعا is careful his deeds أفعاله careful at أي at لا مش متأكدة بصراحة في careful of و careful about ماشي We should be to our parents والدينا لابد أن نكون respectful طب respectful ده طبعا هنا إيه محترم للآخرين أيوة بنحترم مشاعر الآخرين don't trust him لا تثق فيه he always lies الفعل بيجي مع الأكاذيب say غلط الأكاذيب والتوتايم بتاخد الفعل تل ليه؟ لأن عشان تكذبي لازم يكون حد قدامك بتكذبي عليه يعني أنا عندي متحدث ومستمع فطالما عندي متحدث ومستمع إذن في هذه اللحظة أنا هلاقي نفسي هستخدم تل يا عبد الرحمن أنت سمعني يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن طيب he lies to her كذب عليها four يا عيني كذب عليها اقول four من اجل لاجل يعني لاجل ازاي بس هو كذب عليها بشأن فيما يخص عمله وعمره لا اسمها lie about في lie to و lie about lie to يأتي بعدها الشخص الذي كذبت عليه و lie about يأتي بعدها الشيء الذي تكذب بشأنه the player was sent about sent away يعني نفي طرد for his deliberate fouls من أجل الأخطاء المتعمدة حضراتكم على المستوى ده مش هتعدوا في الترم ده المستوى اللي قدامي التعب بتاعي اللي عملت ده كله راح في الهواء احنا لسه بنتكلم في الوحدة الثانية يعني لسه احنا ممكن عايزين بعد كده يعني لو قالوا هنجيب أحداث القصة هتبقى سنتنا سودة هو لسه ما قررهاش لو قال أحداث القصة هترجعوا تذاكروا تحفظوا القصة زي ما كنت بذكرها في إعدادي فالوضع اللي قدامي اللي أنا شايفه ده لا يبشر بخير خلي بالك يا أستاذ حروف الجر مضروبة She is a talented actress يعني هي عبارة عن ممثلة موهوبة Who acts for the movie وبعدين التلفزيون وسينما موفي ده الفيلم يا اخوانا الفيلم ده في التلفزيون والسينما يقبل كلمة ستيج ومعناها المسرح ستيج ومعناها المسرح اخر واحدة ليك يا نسا تمشي المنصة نعم ممكن تبقى سمعت تمشي منصة وتيجي ستيج تيجي معنا منصة وتيجي بمعنى كمان مرحلة زي ما مرحلة مراحل الانقسام في الخلية عندكم في الأحياء اسمها ستيج زي have finished the second of the project ستيج ستيج المسرح يعني عملوا ايه لا مرحلة
مرحلة. طيب ما هو طبعا هنا ستيج، هنا جاءت مع مرحلة، لكن أيوة. برانش ما تنفعش هنا لأنها معنى فرع، ما تنفعش، خلي بالك. يبقى عرفت كلمة ستيج عليها مرحلة وبمعنى مصدر، زي وير بيزي، ريدي، تو ليف، يستعد، نقول ايه؟ ده انت خلاص خلصتي صح؟ مش انت، getting. مش انت يا ماما، مش انت، خلاص. يلا نخش على ايمان احمد. هي قالت getting وحلتها، getting ready، اصلها get ready. ايمان سمعانا يا ايمان؟ ايوه معاك يا مستر. طيب she was worried، قلقة، ان worry about، تقلق بشأن، مش تقلق فيه، فيش worry ان ابدا. worry about، حروف الجر هيجي منها يمكن 10 اسئله، الامتحان طويل، انتوا حرين. it is predicted that people will be able التاني to buy، لان able بيجي وراها to زائد المصدر. خلاص طيب في عندنا I هنا طبعا ايه قال لي هنا عند حضرتك I think it is important to make a study plan، في كومة هنا اهو الأولى، الأولى للقاعدة بتاعتها بتقول انك انت مش بتجاوب إجابة واحد فاهم، بتجاوب واحد بيستفسر. personally دي معناها حضراتكم يعني شخصيا، ودي القاعدة بتاعتها بتقول ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة، ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة. mass media play a vital role in forming the opinion، هنا opinion يعني الرأي، عايز أقول الرأي العام. سي public، تمام. my favorite is fish and rice، الثانية dish، the dietitian اللي هو خبير التغذية advised her to follow a strict diet. diet. my uncle is a very wealthy man، he has got three cars. special؟ no. طالما واحد غني يبقى يملك، عايز الفعل الذي يقصد به الملكية، والاسم الذي يقصد كلمة الملكية اللي هي كلمة برايفت، برايفت كارز يعني عربيات ملاكي. although he lives in USA his city is Cairo، الأخيرة native city يعني اللي هي بيسموها بلده الأصلية. زي أسليب، أسليب تاخد الفعل تانية في الأسليب التأخير ده، أنا عايز واحد يجاوب لي اللي هو كاتبه يعني بسرعة. عايز man's activities help to damage the biological of the environment، الأخيرة، الأخيرة معناها إيه؟ diversity معناها ايه؟ معناها ايه يا ناس؟ ايوه يا محمد، نظام كان النهارده مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. ماشي يا حبيبي، ماشي. واحد اثنين وثلاثة، ولو لقينا في وقت هنرجع ورا، لانه مزنوقين في حاجات جديدة كده، عايزين نخلص عشان نرجع لها، في حاجات جديدة هنرجع لها يا مسهل. والله هو الحلقه مسجله، بس المشكله عشان تترفع دي ساعتين وشويه، لازم تعمل لها مونتاج 3 4 ساعات،
وهتبقى مشكلة كبيرة خالص يعني. فأنا هحاول برضه، هحاول معاها إن شاء الرحمن. ماشي ماشي ماشي، سلام سلام. آه قلتوا إيه يا إخوانا؟ معناها إيه الكلمة؟ النظام البيئي يا مستر. النظام البيئي، قاعدين ساعة مجموعة متكونة من الأفراد دي كلها ومفيش فايدة. ده آخر سؤال ليجي. نبدأ مع إيمان. آه إيمان عبد الباقي معايا؟ آه. طيب، the old woman wrote a will. هنا will بمعنى وصية، will هنا بمعنى وصية. leaving all her. الثانية؟ إيه معناها الثانية؟ وبخالك الإجابة أهي inheritance، معناها الميراث، لكن ده هنا بمعنى يرث. ماشي. The soldiers were، إن الجنود يجب أن يكونوا إيه لبلادهم ولقائدهم. هتبقى الأولى. الأولى دي الإخلاص. أيوة. عايز الصفة منها. الصفة منها لويال. يا إيمان بما يرضي الله يا شيخة، أنت ذكرت وحليت التمارين دي؟ أنا حليت منها الجزء بس اللي هو اسمها دي الجرامر بتاعها. طيب وده ما حليتوش ليه يا بابا؟ ما ده نص الامتحان جاي منه. ما أنا عشان كان ساعتها ورايا درس وكنت بذاكر له عشان الامتحان. احنا خدنا الكلام ده من يوم الأربع اللي فات. انت لو قعدت كل ماده تسطو على الثانيه كده هتضيعي. لابد ان من تنظيم الوقت والمواد كلها تمشي جنبا الى جنب مع بعضها كلها. عشان كده موضوع الاونلاين ده انا حاسه مستواكم بدا يتهز. انا مش هقدرش اتحمل مسؤوليتكم، ده امتحانات جايه مولعه نار. يعني لازم احنا لازم نتقابل عشان اشوف اللي ذاكر واللي ما ذاكرش كده. ده يعني عشان اجهزكم لسنه ثالثه، احنا نعدي الترم ده باي طريقه إن كانت، بالرغم انه انا كده يعني انتوا لما هروح اشتغلت في سنتر انا هتكلف فلوس، خلي بالكم يعني ده بياخد 200 جنيه في الشهر على المجموعه الواحده. In case of fire، في حاله النار، it is a must to use the emergency. الثالثه. إكس ده هو اسمه مر الخروج. The user friendly applications are designed to help people find them very. يعني هنا بيقول إن يعني بيلاقوها إيه بقى الناس دي كده لما هو user friendly applications، ده عبارة عن تطبيقات سهلة الاستخدام، بتخلي هنا بتصممت بتساعد الناس أن يجدوهم very. أنا سهلت لك سمبل. سمبل بسيط. You have no other. Take it all or leave it all. يا تاخذهم كلهم يا تسيبهم كلهم. وليس هناك أوبشن. مفيش خيارات. Diabetic أمراض السكر. People should be careful of. شايفين كلمة careful of اللي حضراتكم لو أنتم حليتوا كان عرفتوها بقى. The sugar they eat. الأخير. Amount. كمية ال. I am meeting my old friend today. On the. تانية. On the occasion، أقرأ الكلمة تانية وتالتة. On the occasion يعني بمناسبة. It is too for me to do all these jobs alone. I need somebody to help. هتبقى difficult. Difficult. I leave my meals indoors most of the time. But every now and then، يعني معناها من حين لآخر، I get together. يا شيخة get together مع مين؟ يعني إن هو تبقى
eat out. يقول أنا بتناول وجباتي دائما داخل البيت، لكن من حين إلى آخر بأكل برا. جيت جزر دي لازم يكون مع فين وفلان وفلان يتقابلوا سوا. آخر واحدة بالنسبة لك the day when people in the USA and Canada give God thanks to God، يعني يروحوا هم إيه يقولوا له يعني نشكر الله في عيد الشكر. ده هذا اليوم يسمى سانك الأولى سانكس جيفينج. Thanks giving. أستاذ مدحت الله يبارك فيك. في أكتر من حد يا أخوانا الله زميلكم مش قادرين يخشوا النت، عامل مشكلة كبيرة خالص خالص النهاردة. نشوف مع نهى. نهى شغال النت بتاعك كويس ولا طلعتي؟ نهى نهى طلعت؟ نهى طلعت، والنت بتاع منطقة كيما كله مضروب. والواد كيمو قاعد كويس. كيمو يا عبد الرحمن ياسر سامعني؟ عبد الرحمن يا استاذ الله فعلا النص مضروب كيمو كله. ايوه ما انا لسه يعني رامز برضه بيتصل ونهى مش عارف، هو من ساعه ما عملوا البتاع ده الكوبري ده اللي بيعملوا فيه بيحفروا في الكابلات خربين الدنيا. شخص واحد على الراوتر لوحده والنت بيقطع معاه كده والصوت بيقطع. والله عاد اهو هنشوف بقى ايه الحل. لازم حل. طب اهم مرحله دي يا اخوانا انا مش عارف اعمل ايه، بس ده اللي خايف منه انا، ده اللي انا خايف منه من الاول. دي مرحله، دي اهم مرحله في حياه جديده بتطلع. نكمل النهارده كده باي طريقه وبعد كده ربنا يعدلها. The intelligent people keep a diary to keep them. What؟ يعني بعمل أنا مفكرة. طبعاً إيه اللي كل يعرف الإجابة يجاوب لأن الباقيين كلهم يطلعوا برا. Keep them إيه؟ حدش عارف من الحاضرين خالص؟ Remember. Remember. The wise يعني الشخص الحكيم can't their mistakes. ها؟ ريبي. الشخص الحكيم لا يستطيع الأخطاء. ها؟ ريبي. لا يكرر أخطاءه. لا يكرر أخطاءه. I am still. I don't use a computer. Old fashion. Old fashion. لا زال old fashion. To stay healthy and fit. To stay healthy and fit. You should eat light. 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 يعني تاكل ايه حاجات كده خفيفة. He is intolerant.
intolerant يعني شخص غير متسامح. He doesn't show respect to other people's belief. في عندي هنا ايه طبعا other people's، طالما other people في اسم الكية يبقى انا عايز اسم يا اخوانا، عايز اسم في 42 اهو، يا رب ان خدتوا بالكم. ادي الاسم يا اخوانا، beliefs يعني معتقدات. are a pair of sin sticks عصا رفيعة. ها ايه دي فاكرينها؟ اخر واحدة chopsticks. chopsticks تمام. I often get when the two phones ring at the same time. Confused. A written list of questions that are answered by a number of people so that information can be collected from the answers. It's called ده نسميه ايه؟ اهو استبيان. ايوه سمعتوا دي اللي هي قالت استبيان فعلا، اللي هي كلمه اهو فينها اي نمبر بي. The good journalist should be يعني لازم الأخير. يكون بني ادم ايه؟ فضولي. ايوه يعني حط مناخيره في كل حاجه. طيب البني ادم الحشري اللي بيحط مناخيره في كل حاجه ليه اسم تاني فاكرينه؟ نوزي، جاءت من كلمه نوز. مش نويز، نويز دي ضوضاء. نوزي. Mom is a good cook. She always makes delicious dishes. Fish, shellfish and oysters are seafood. The supermarket was opened by a last week. عايز اسم a. Celebration. عملوا احتفال. As a footballer, محمد صلاح is celebrated. أيوة. celebrated. We are preparing a small Celebration. The clever detective has found out. Found out. دي من ضمن الحياة اللي في 52، يعني يمكن جديدة عليكم، انتم مش حافظين غير كلمة out. لكن في إجابة تانية بتنفع اللي هي out about. أنا ما خدناهاش عشان كده أنا قلت لك إجابتك صحيحة، فهنختار A و B. find out أو find out about الاثنين بمعنى واحد، بمعنى يعرف أو يكتشف عن. William Shakespeare was an influential يعني مؤثر in the English literature. Person. هو شخص. Why are you puzzled in the situation? This situation, it is not. يقول أنت ليه متحير في هذا الموقف؟ إنه ليس. Confused. بيتكلم على situation. بيتكلم على الموقف 54 يا ناس. يعني بيوصف حاجة غير عاقلة. Confusing. It is that some people. طبعا هنا انشم النسيم. هو طبعا في هذه الحكاية consulted hearing on شم النسيم day. ده يعتبر عبارة عن ايه؟ It is tradition ولا traditional؟ اهي تراديشنال. هنعملها لكم اهو تراديشنال فاهم. ايوه
لأنه هنا it is traditional يعني بيتكلم عليها على إنها صفة. The good teacher uses simple language to present the lessons. The word simple عكسها ركز ايو دي فعلا بي وسي اللي هي كومبلكس وكومبليكيتد بمعنى معقد. He pays me دفع لي visits in my distant farmhouse. الأولى 57 اهي ايوه ليه طيب ليه يا استاذ؟ قال لي عشان كلمة فيزيتس ده هنا عبارة عن اسم معناها زيارات، وكلمة اوكيجنال فيزيتس يعني من حين لآخر، أنا مش دايما بروح له يعني. He is busy. الأخير ING. He is busy making sure that everything is. بيربت. باقي الناس اللي معايا ماتت ولا ايه؟ Prepared. واحدة بس بتجاوب والباقيين سرحوا. I have no more. ركز. Option. Option دي واحدة، في واحدة بتساويها اختيارات. A و C. يبقى هنا choice، يبقى إذا عندي A و C. This question is you needed answer it. مش محتاج انك انت تجاوبه، يبقى هذا السؤال ايه؟ option. نقول options ولا optional؟ optional. Those who are used to lying never tell the lying، يعني الناس اللي عمرهم لا يقولون trust truth، للنزاع هيأتي بعدها الاسم. Loyalty is important. مستر نعم تنفعش بي دي real؟ لا دي صفة يا رجل، معناها حقيقي. حقيقي يعني صفة، وزا هيجي وراها الاسم. Loyalty الإخلاص والأمانة is the most important A that a best friend can show you. Quality. Quality. هي صفة. He is poor. He has a little from his work as a peasant. Income. Income يعني الدخل. It is a spam email. Is trying to خداع ده. الثانية. Deceive يخدعك. The hotel has two gates. الفندق فيه بوابتين. One to enter والثانية. الأخيرة. آخر واحدة. الأخيرة. You have no occasion to be sad. You have got the full marks. The word occasion in the sentence mean. دي طبعا يعني خلي بالكم، هو أسامة بدأ يخش معايا في اللاين، خلي بال حضراتكم، بس ما خدش باله من حتة. هو قال event، هذا ده حدث بارز، لكن ما تنفعش معايا. الإجابة تبقى reason، يعني بيقولوا ليس لديك سبب أن تزعل وتحزن. ليه؟ لأنك أنت حضرتك حصلت على الدرجة النهائية. He enjoys his celebrity. In this sentence celebrity is the synonym of celebrated.
نمرتي بيقول لك لها معنى، ليه معنى في الكلمات دي، في معنى تساويها، هو يستمتع بهذه السليبريتي. ادي 68 عشان الناس اللي تايهه مني، اهو اهو اهي اهي اه. بيحتفل بايه اللي هي طبعا popularity، لان celebrity معناها celebrity معناها شخص مشهور، ولكن هنا جاءت لانه استخدم his، فاذا هو يتكلم على شهرته، لان his عايزه وراها الاسم بتاعها. He didn't he say sorry but he gave what an apology. عايزين نقول ايه؟ ما يساوي، يعني ما يقابل، هو ما قالش سوري لكن ادانا ما يساوي اعتذاره. يبقى هو هنا في 69 هياخد ايه؟ الناس اللي مش عارفه اهي اهي شايفينها هي بنسميها amount to، amount to يعني هنا ما يساوي او ما يقابل. كان من اسهل الدروس عندنا اللي هو درس استفاده لما اشوف حضراتكم ايه اخبار الفضائح اللي موجوده عندنا، يعني احنا لسه في الوحده رقم 2 بس ان شاء الله هنخلص الثلاث وحدات، بخلصنا نص المنهج. Which is عمر or وائل؟ تل دولار دولار. حتى بالعربي، حتى بالعربي يعني لما اقول ايهما اطول، لان بقارن من كم واحد يا اخوانا دلوقتي انا؟ اثنين. ففي السؤال مش راح استخدم زان، يبقى ايهما اطول؟ يبقى عمر ووائل اثنين، فعشان كده عند المقارنه بين اثنين نختار الصفه اللي في نهايتها اي ار. He didn't have as much. ماتش. جميل. طبعا ماتش قال لي طيب لماذا استخدمنا ماتش قبل الكلمه؟ ماتش هنا عباره عن حال، وطبعا ليه استخدمت ليه؟ قال لي هنا استخدمناها لتبين درجه الصفه. طب ليه ما استخدمناش ميني واستخدمنا ماتش؟ علشان كلمه ماني من الكلمات الانكاونتبل، والكلمات الانكاونتبل تعامل معامله المفرد كمعامله المقادير، فلذلك ماتش تستخدم مع المقادير وميني مع الاعداد. ادي قاعده رقم 3، قاعده ذا مور ذا مور. ذا كولدر ذا ويذر از ذا الاخيره اي دونت لايك وينتر. فعلا جميل خالص، لانه في ناس كانت هتقول ذا ويذر ذا بيتر. عارف امتى كان قلت ذا بيتر ما كانش عندي مشكله؟ لو ما حطش الديل ده، لو هنا خلاص يعني ما قاليش هو بيحبه ولا ما بيحبوش. الخرطوم از هوتر ذان كايرو. ها مور مور برضو ماتش. الخرطوم رقم 4 اهو، لسه شرحها لكم من شويه. كلمة مور يا حضرات ما تنفعش، لأنه مور بنستخدمها مع الصفات أكثر من مقطع، وكلمة هوت دي من الصفات القصيرة التي لا تأخذ قبلها كلمة مور. لكن إذا أردت أن تبين درجة هذه الصفة بتستخدم ألوت، بتستخدم ماتش، بتستخدم أبيت، بتستخدم أليتل، هكذا. I don't read as many books as you do. طيب انت قلتي do، هي ده هي قالت do. بصوا حضراتكم عشان ابعت لكم الاجابه do. طيب ليه؟ لماذا اخذنا do؟ قال لي واحد، حضرتك الجمله في المضارع. اثنين، I بتاخد do و you برضه تاخد do. do. طيب طيب لو انا حضراتكم قلت كده I am not rich as you، يبقى يو تاخد ايه؟ have. I am not rich as you
انا بدات قلت ايام، ايام ده عباره عن ايه؟ فيرب تو بي. ايوه ما دام فيرب تو بي يبقى يو هتاخد فيرب تو بي في الاخر اللي هي مين؟ ار. ار فانا ليه اخترت هنا؟ انا لما قلت اي دونت عشان ده فيرب تو دو اخترت دو، واخترت دو مش جد عشان الجمله في المضارع. وان ربنا يستر. وان اوف اوف ذا تو ستودنتس وائل از. اوف ذا تو ستودنتس واحد وائل از ايه؟ ذا كليفرست. ها؟ الاخيره ذا كليفرست. دول كام عيل دول يا ولاء؟ الثانية اثنين. يبقى ذا اثنين اثنين، يبقى انا بقارن بين كام واحد؟ من اثنين. لكن ذا كليفرست ده اكثر من اثنين. بص حضرتك ادي رقم ستة انا محللها لك اهي اهي عشان تبقي فاهمة لما اوصل لك الاجابة. ذا كليفرر. لماذا؟ لاننا نقارن بين اثنين. ركز ركز ركز. هيفا از بريتي، جميلة. But I think Mona is even. Even ها؟ الثانية. أيوة بريتيار أكثر جمالا لأني بقارن بين اثنين. نجيب محفوظ was the Egyptian writer. Best. ثاني. يا معلش النقط يا اخوانا المفروض ما تبقاش، يعني انا هعملها لكم هنا اهو. هي طبعا ايه افزاه، يعني هي النقط المفروض كانت تبقى قبل كلمة ايجيبشن مش بعدها. هو حتى لو مثلا في كلمة بعديها مش قبلها ذا، فهي يعني تبقى زي ايه؟ تعمل كأنها ذا. فذا هتاخد مين هنا؟ هي عشان هي المشكلة ايه؟ كلمة. فاحنا طبعا انت المفروض هتبقى ايه؟ ذا بيست ايجيبشن رايتر يعني المفروض. لكن هو احنا هنا عشان المشكلة المفروض كانت ايجيبشن دي كنا شايلينها، مش عارف كتبوها ليه، يعني طبعا كتبنا بيست بس لوجود كلمة بيست. ماشي. It was of him to trust whoever he meets. يعني إنها إيه؟ حماقة. حماقة. أهي أهي حماقة. وصلت؟ فولش. أنها حماقة منه. People use كمبيوتر. طبعا لو خدت بالكم انا جايب تمارين غير تقليديه، تمارين غير تقليديه عشان طبعا قلت لكم هناخد حاجات اصعب. People use computers nowadays more and less. يعني ايه more and less؟ وفي more and more. في كتير، في كتير في كل يوم يعني مستخدمين في كتير كتير وقليل. اي لما اكون استخدم الحاجه لما يكون الصفه فيها استمراريه في الزياده بستخدم الصفه هي هي بينهما كلمه and. harder and harder، bigger and bigger، faster and faster، more and more. فاذا حضرتك هتستخدمي more and more لان هناك استمراريه في التعامل مع الصفه وزياده. the more she works، قاعده the more the more. the more she works the. ما هنا مفيش ذا. انا اكتب لكم انا ذا. مش عامل ما في ذا تحت اهو. ما دي اهي 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 زلس زلس. هنا بيقول يعني كلما يكون عندك شغل كتير كل ما يكونش عندك وقت فراغ. The patient إن المريض يبدو إيه today than to yesterday. More. طيب أهو برضو عشان أنا مش سامعك بتقولي إيه، أهو أدي الإجابة أهي أهي أهي. لأنه بيقارن بين حط زان يبقى نختار كلمة worse. أهي زان لو أنت مش واخدة بالك منها. I have two brothers. أنا عندي أخين. One is a doctor. The is a teacher. ها؟ التالتة. أنا واحدة. Letter. التالتة. غلط. التالتة. غلط. أسامة فين؟
نعم الأخيرة. الأخيرة عندي أخير واحد. فيها حضرتك دي أنا عايز كلمة بمعنى الآخر. بين كتير. الكلمة بمعنى الآخر هي لاتر، لكن أنت اخترتيها ليتست يعني المتأخر، أكثر واحد جاء متأخر. This is my first successful book. Most. فعلا most. Most هنا بمعنى very. Most هنا بمعنى very. بمعنى جدا. سما doesn't have as much money as سناء. اسألي. Whose money is this? فلوس مين الأقل؟ سما. يعني هو بيقول سما ما عندهاش فلوس كتيرة زي سناء. يبقى مين الفلوس القليلة اللي هي ايه؟ سما. ده نوع من الأسئلة بيسأل حضرتك على الفهم، على المعنى. الناس اللي بتحفظ الجرامر بس، هو هنا بيبدأ يدي حضرتك الايه المعنى. ولا has the same height as منار. ولا ومنار طولهم واحد. This exactly means تبقى الأخيرة. ولا هي as tall as فعلا as tall as منار الإجابة الصحيحة. في واحد راح يروح طالع يقول لي إيه؟ بوس ولا and منار are high. طبعا هاي ده عالي، ما يتوصفش بيها ايه البني ادم، بياخد كلمه طول. الحاجه الثانيه، هو ما قالكش ان ولاء ومنار طوال، ما قالكش ولاء ولا منار طوال، قال لك هما الاثنين في طول بعض، ممكن يكون 50 سنتي بس قد بعض. انا بقول ولاء از اس طول منار، هما الاثنين لهم نفس الطول سواء كانت قصيرا او طويلا. I have never seen such a brave man. This exactly mean. يقول أنا عمري ما شفت شاب شجاع زي الرجل ده. ماذا هذا يعني؟ أنا عمري ما شفت، يعني عمري ما شفت بني آدم شجاع زي ده. هذا يعني the young man is very brave. This is the first time I have seen a such brave man. I have never seen brave man before. I haven't ever seen brave man before. الثالثة. ها؟ الثالثة. هي بالنسبة لي أول مرة، مش الثالثة. يقول أنا عمري ما شفت، يعني I have never such a brave man. لما تشوف واحد يقول معناه أنك لأول مرة بتشوف واحد شجاع. لكن لو أنا استخدمت الثالثة معناها إن أنا ما شفتش خالص brave man. I have never seen brave men, رجال شجعان في حياتي. If you go on training, لو حضرتك بتتدرب, you will be slimmer, يعني هتبقى أقصر نحافة. That's mean. عايز أعبر عن هذه الجملة باستخدام قاعدة the more the more. ها؟ الثانية. الثانية بتقول the more you train the more slim you will be. طبعا كلمة slim يا حضرات من الصفات القصيرة. لما أجي أقارن بين اثنين في الصفة القصيرة بضع في نهاية الصفة ER، وإذا كان الحرف الأخير قبله حرف متحرك يتكرر الحرف الأخير، حرام عليكم جبتولي الضغط. فتقبل إجابة حضرتك أهو عاملها لكم، لربما تروح تنام في البيت وما تشوفش. أدي رقم 18. The more you train the slimmer you will be. ارجع تاني واقرأ واقرأ مرة ثانية. اقرأ هنا اهي الإجابة اهي، اقرأ قاعدة the more مرة ثانية، يعني جابها لك في أكثر من حال. The more you train the fatter you will be. طبعا خلاص we used to together بسهلة بتالي. Get. You should drink the right. أنا طبعا سيبنا الجرامر وبدأنا ناخد دي تمارين اللي بيسموها تمارين اللونج مانيا. Amount. ماشي. There is this restaurant
usually يقدم يخدم service. Sending letters is no longer لم يعد إرسال الخطابات طريقة traditional ليست بالطريقة التقليدية. We had to a lot sweets for my sister birthday party. بيبر بيبر الأولى بريبر مش بيبر بيبر يعني ورق. We are going to after my brother's graduation. Celebrate. أيوة celebrate. Yesterday was hot and today is hotter. Planes are faster. هي اللي تيجي قبل الصفات. More. بقرة. قلنا مور مع الصفات الطويلة رابع مرة دلوقتي اهو. واستخدمنا ماتش ليه؟ لأن الصفة لا تعد ولا تجمع. The Egyptian Museum is one of the places اهو. 1000 tourists like to يعني آلاف الناس يزورونه يبقى هو أكثر شعبية. Most popular. محمد محمود نعز جنبك يا دولة. لا معاك يا مستر. أنا بس أسمع صوتك. Your homework is than last week. You seem lazy. Better. Better. أنت فعلاً lazy. بقول الورك بوك بتاعك أسوأ من الأسبوع اللي فات يبدو أنك أنت كسلان. This exam seems than the previous one. You don't have to worry. لا تقلق. Is your than. عادل isn't as old as حاتم. عادل ليس عجوزا مثل حاتم. يبقى عادل is really younger. Younger. Which is in summer, Cairo or Alexandria? Hotter than. Hotter. بقرة بقرة. Hotter. زان ليه؟ بحط زان ليه؟ ده سؤال. What is the mountain? The highest. Highest. محتاجة كل التفكير ده يا أخوانا. Many people believe that Nasi Jari is one of the meals in Indonesia. Spiciest. In France, oysters are most other types of seafood. Rather than? لا الأولى. معناها صعبة دي. ليه طيب؟ الأولى عشان بيقول في فرنسا الحبار من أكثر يعني حياتي المشهورة يعني. أحسن تعك هو إجابته صحيحة أنا بس مش عايز إيه؟ أنا عايز أقول له ليه؟ أويستر طبعًا قارن بين الأويستر وأنواع السي فود الأخرى يبقى في كفتين عشان كده استخدم زان. نخش على رقم 3 بس بعد الفاصل. نشوف الوحدة الثالثة لأن الناس كلها بقت في الكازوزة يتأخروا. طبعا الوحدة الثالثة زي ما انتم فاكرين كان فيها من أكثر الكلمات كانت موجودة بس احنا شغالين. أنا مش هشرح لو شرحت يبقى أنا بعمل كده بأذيكم يبقى انتوا حضراتكم مش بتحلوا واتكلتوا على هذا الموضوع. نخلص الوحدة الثالثة عايزين نقرص شوية لحسن الوقت يسرقنا يعني. يعني هنحاول إن شاء الرحمن نخلصها على الآخر. لو إحنا جرسنا على نفسنا زي النهاردة كده نخلص الحصة اللي جاية من الوحدة الثلاث وحدات اللي فاضلين وبعد كده نفضى بقى للدلع. The lion stays with the cubs in the
إيرث. أقعد في الأرض الأرضية إزاي؟ أجهزها لك أهو. أهو. الكلمة دي دنت يعني إيه؟ هي مكتوبة في الكلمات فوق بس حضراتكم طبعاً ما بصيتولهاش أكيد. هي مكتوبة في الكلمات فوق، موجودة في الكلمات فوق. لو حضراتكم يعني ربنا كرمكم في يوم من الأيام وبصيتولها كان عرفتوا. ها؟ وصلت عندكم؟ طيب ال ال كلمة الأسد هيعيش فين؟ ها سهلتها لكم عشان ما نتعبش نفسينا. ده اسمه العرين. وشايفين كلمة كبس دي يعني ايه؟ أسامة اللي كانت الحصيلة اللغوية بتاعتك حلوة خالص، اللي جرى لك ما بتذاكرش يا أسامة. الناس اللي معاها مستر والحيوانات. لا كبس هنا معناها الأشبال. ايوه ما هي دي مملكته والناس اللي معاه. يعني الاشبال بيجوا ناس. ماشي. الاسد يقيم مع اشباله في العرين، فكلمه دنت دي معناها العرين يعني بيت الاسد. يا تهانينا اللي عايزه خلف. During the farmers work longer hours. الثاني. اثناء موسم الحصاد. The work, business, or study, or farming is called. الثالثة. الأخيرة. Agriculture. A plant grown for food on a farm is a. النبات اللي احنا عشان ناكله بنسميه ايه؟ Crop. بنسميه ايه يا اخوانا اهي؟ محصول. ايوه جدع. The invention or using a new idea, methods, a piece of equipment. دي كلها نسميها innovation. The, the process of making or growing things in large quantities, especially in a factory or a farm. ده نسميه التالت. Production, الإنتاج. جدع. الإنتاج. البنات صوتهم طالع والولاد نزلوا تحت السرير. There will be 10 million people in New York capital city by 24. Almost. تقريبا. The sun is a source sustainable. Of energy. Sustainable. Sustainable. دائم ومستمر. Due to يعني بسبب. Chemical due to يأتي بعدها اسم أو فعل مضاف له I-N-G. Using. استخدام. أي. Smoking has a bad. ركز. Effect. يعني تأثير. الأخيرة. الثانية. بتيجي بمعنى تأثير. انزبا. بمعنى تأثير. أيوه. All governments do their best to find solution. حرف جر. تو في عينك. كي تو انسر تو سوليوشن تو. هي از نيذر او نايزر فول. قلت اعدادي دي حال بيجي معاها. فول. نور. نايزر نور ايزر اور. اوف ذا موفي ذا هيرو واز killed في نهاية. عايز يقول في النهاية. In the end. In the end. Modern farming techniques help the production increase. Of farm. Increase. We should keep the Nile as it is its main source. ما معنى source؟ مصدر. Most people in the countryside work in livestock. Livestock. طيب وثاني لا لا حرام عليك يا اخوانا. livestock يعني ايه؟ الاخير.
الأخيرة. إزاي يخش جوه المواشي ويشتغل فيها؟ عايز أفهم أنا. الزراعة، الزراعة الزراعة. بيقول بيفريد بيشتغلوا فين؟ في الزراعة، لكن يشتغل في اللايف ستوك إزاي؟ مش عارف أنا. Scientists work hard to find the sources of energy. Sustainable. A plant growing in the sea is seaweed. عشب بحري. عشب أو طحالب. دادا. According to plants are growing in water, not soil. هتبقى الأولى هيدروبونيك، الزراعة بدون تربة في الماء. means growing crops and breeding animals. الأولى farming من agriculture زراعة بس. the main activity in the rural area. rural area يعني المناطق القروية الريفية is a agriculture. ميني جود، ميني جود، ميني جودس يعني البضائع. بردك الأخيرة؟ لا الأولى. produced هنا بمعنى المنتجة. أنا اديتها لكم في حذف ضمائر الوصل. يتم حذف ضمير الوصل وفيرب تو بي ويبقى التصريف الثالث للفعل كصفة. فبيقول كثير من البضائع المنتجة في المصنع are of high quality. The amount of rain. عايز أقول تتنوع من. بي. تانية هي في الاثنين شبه بعض. لا يا ماما. دي صفة. ودي صفة. يبقى واحدة دي بتنفع. يبقى أنا عايز الفعل منها. Very. التالتة. التالتة. طيب. همشي معاكي ووريك الإجابة وتضربي نفسك قلمين لو طلعت غلط. 23 تاخد ايه شايفاها؟ ليه احنا اخذنا الاولى؟ لانه amount ده مفرد، وفي المفرد ناخذ الفعل في نهايه اس يا حده. رين فورست الغابه او الغابات المطيره. المطيره. ها تاخد ايه وبي. ايه وبي. ايه وبي. ايه وبي. صح. A و B. هي A و B و C. خلي بالكم بس السي وقع تحت. شايفينها؟ الثلاثة بمعنى متنوع. أي متنوع. Scientists succeed in. نجحوا في. الثالثة. طيب. Innovation. نجحوا في. هجيب وراها إيه؟ ابتكار. دي. أيوة. طيب بص كده شايفها؟ لانه ما هاجي ياتي بعد اسكسيد ان بياتي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي يا دكتوره. حتى المعنى ما ينفعش لان الفاكسينيشن التلقيح مش هينفع وراه ومعاه اسمين. يعني ذا ستيت يعني الدوله. هاز ستارتد اي ناشونال بروجكتس. عايز مشروعات عملاقة ضخمة. أيوة. واحدة صح صح معايا والباقي نعم. The coach had two. The striker هيعمل إيه بقى للإيه؟ للstrikers as he was injured. Replace. يعني استبدله. The storm a lot of damage. ايه الفعل اللي بيجي مع a lot of damage؟ Caused. B و C. B و C. Technological. سهلة دي بتهيألي. Means that we can make sea water safe to drink. ها؟ ابتكار. ابتكار. ماشي. Egypt importance of. الثانية؟ No. الأولى. الأولى.
اه ناس قالت الاولى ناس قالت متنوع. الثانيه، وهذه الاجابه هي معناها متناول، الوحيده اللي بتاخد اه اوف دي. It's hard for him to the difference تل. between colors. ها واحدة بجو تل جدا. تل. Take your umbrella with you. In case. In case ولا in case of؟ هي ثاني. برضه ما شفتهاش اهي. لا الاولى. لان ايه الفرق بين الاولى والثانيه؟ الاولى ياتي بعدها اسم او اي ان جي، لكن الثانيه وراها جمله كامله. يا سنه ثانيه، يا سنه ثانيه لو جابوا لي دلوقتي جهاز ضغط وجهاز الضغط بتاعي هيلاقوه وصل اعلى الدرجات، لان حاسس ان انا بدات فشلت معاكم حقيقي. احنا النهارده يعني المفروض انه ما كانش ياخد الوقت ده كله، انا قلت دول مش هياخدوا حاجه. طيب the reporters and journalists focused their cameras، يعني ركزوا الكاميرات بتاعتهم. عايز الفعل فوكس ده ايه؟ حرف الجر اللي بيجي معاه on. ركز on. على اها سهلتها لكم on. on ركز على ما عرفتهاش on. on يا مستر on. our garden حديقتنا عملت ايه السنة دي؟ بروديوس يعني انتجت. انتجت. Come and sit next to me، تعال اقعد جنبي. There is لان هناك سبيس. ثانية سبيس يعني فراغ، لكن لو قلت في سبيس بس يعني الفضاء. The victims الضحايا of the accident claimed for as it was the driver's fault. طالبوا بإيه؟ claimed for اه طالبوا بإيه؟ ابتكار يا كضربة. واحد عمله حادثة وقال السواق عمل الغلطة، هنطالبه بإيه؟ distraction تعويض. تعويض قلنا كلمة كذا مرة، نقول كلمة دمج أيوة. لا تجمع، ولكن إذا وجدت آخرها اسم هي بمعنى تعويضات. تعويضات. دلوقتي افتكرتي بعد الامتحان ما خلص. Due to the government's efforts، بسبب مجهودات الحكومة. Life better in the poor area and slums. slums يعني العشوائيات. الحياة عايزين نقول فعل بمعنى أصبح. أهي سهلتها لكم. أصبح. Got. Got. Try to ignore his aggressive عدواني. Aggressive عدواني. حاول أن تتجاهل attitude اللي هو اتجاهه العدواني. And concentrate on your work. وركز في عملك. The word ignore can be replaced by buzz. يعني حضرتك عايز يقول لك في كلمة بمعنى ignore، تجاهل، اهمل، طنش. ها الثانية. ما most farmers keep يربون ايه؟ livestock. due to the rapid يعني السريع المتزايد populations growth الزيادة السكانية السريعة we will have to increase our food التانية. production لإنتاج. we need to look for more solution، عايزين حلول to the problem of food. we should produce a wider of food. الأولى. tourism is a great source. واحدة قالت means الدرجة كضربة. يا كضربة بعينك تغلطي، لا أعرف لو قاعدين قدامي دلوقتي كان عضيتكم بسناني. Are you for or against؟ أنت مع ولا ضد؟ Using chemicals to help grow faster. تنمو بسرعة.
crops. Crops. تمام. The burglar الحرامي has himself in different clothes. Disguised. Disguised يعني تنكر. هنا عندنا الالجي الطحالب are plants that grow very quickly in water and wet places. Some kinds of algae are called, نسميها seaweed. تمام. المستقبل، وصلنا إلى المستقبل بطرق الأربعة التي نعبر بها عن المستقبل بأنواعه المختلف. شدوا حيلكم عشان عندي نص ساعة نخلص فيها الوحدة الثالثة. يا الله منصورة يا مصري أرض اللواء. Choose the correct answer from A, B, C. ماشي. You can be sure there is a price when more people buy them. سكتوا. البقر سكتوا. شو تكلم؟ The house tomorrow. الأولى. I predict in the future mobile phones. الأولى. Will be made. Many major projects, يعني كلمة projects by the International Bank in the next decade. Will have been. دي مبني للمجهول يا أسامة. أربعة. This TV program predicts what life will be. Will be. We think that fewer people with this disease in the future. Huh? Will be living type لي أو إجابة ستة. أي شايفها؟ أي ستة. Will be living إجابتك صحيحة تدل على الاستمرارية في المستقبل. إجابة بالبركة بس إجابة صحيحة. We this disease is to cure them, not only to manage them. Will be. Will be treating. ها اهي 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 ما حدش قالها يعني دي مش عارف ليه. قلتيها شاطره. I am sure that this prediction هذه التنبؤات Welcome. I wonder what we. Will be doing. أيوة جدع. It's arranged in the Red Sea tomorrow morning. Will be swimming. طيب أيوة تمام. خوفتكم بس عديتوا. لنحدد وقت في المستقبل سنتان يسكتين ليه البنات بس اللي ذكروا. She has a job interview tomorrow. I am sure. Will be doing. ماشي. I expect that he. Will win. Where do you think you? Will when you are 50. Will work.
لما تبقى عندك 50 ويل وورك تعمله ولا تكون مستمرا في العمل؟ اهي لا مستمر اكيد يبقى ايه؟ will be working. تمام. I to Paris later this morning. سفر اهو. I am will fly. طيب ناس قالت will fly، واحده قالت ام وراح تسكتالي بعد كده. هذه 14 يا اخواننا اهي. في حال الرحلات بناخذ لها المضارع المستمر. My plan. My plane leaves. My parents see me out today for passing my exam. Are taking. ولا will take. Willy. في زحمة هنا. Are taking طبعا لسبب لأنه بيبقى فيها إعداد يا ناس. I apply to study medicine at Asyut University. I am going to. بخطط إلى. Tomorrow I the match with my friend at the club. I am watching. تخطيط وإعداد مسبق. The problem is difficult. Request هو طلب. ها؟ تبقى will be will you the launch of the space shuttle ان اطلاق القمر او المكوك الفضائي بيكون وفقا لجدول مواعيد starts. I made up my mind يعني قررت to spend the weekend in my village. I am going to. قرار وإعداد مسبق. I expect Rami a successful engineer. Will be. إن شاء الله منصورة يا مصري أرض اللواء. طيب جربنا عشان الناس اللي قاعد. كويس بس. More people electric cars in the future. Will be using. يعني الناس طبعا will ايه هتبقى؟ will be using. All next year طوال السنة اللي جاية scientists will be working. أيوة will be working. تمام جدعان كل أول ما قلنا هنخلص كله سخن. My grandson عمر حفيدي عمر will be. عمر هيبقى عندي 10 سنين. Farmers the rainforests because they are cutting down the tanapu are going to. I can't go to the cinema with you this evening because my lessons for tomorrow test. Will be revising. آه مش فاضي لك أنا قال له. My brother will go to the park when he will finish. هنا في ويل والتاني يبقى فيها ويل برضو. finish. الحدث الأول يوضع في المضارع البسيط، الحدث الثاني يوضع في المستقبل البسيط. حضرات السادة والسكر الزيادة. يا أيها الناس اسمعوا واعوا عشان اهي